معنا اليوم هي تكريم لكل اعوان الحمايه المدنيه وبصفه خاصه الاعوان اللي ساهموا بكل جديه في مكافحه هذا الوباء. والحمد لله الوضع راه متحكم فيه، ونعرف باللي كانت تضحيات كبيره من طرف اعوان الحمايه المدنيه في كل المجالات، في نقل المرضى، في عمليه الدفن، في التنسيق التام مع مصالح الصحه. نتمنى ان شاء الله المزيد للقضاء نهائيا على هذا المرض. بارك الله فيكم. المشكل ماهوش في لي موتور اسيد الرئيس، المشكل هذا خدمنا التيتونال ما درناش لي زافالوار وين تروح المياه. صحيح هادو سيدي ماتيريال دانترفونسيون، ولكن التفكير هو كيفاش الماء ما يبقاش يوقف في التيتونال، الماء ما يبقاش يوقف في التبسه. حنايا كي تحك طراب نتاع الماء يعني رانا فيضانات، لازمنا نتربينو نخرج المياه من الديار، نخرج من لان لي زافالوار لي سون با بروسا. ان شاء الله دون بروغرام البرامج المستقبليه ما يتقبل حتى برنامج اللي ما كانش لي زافالوار تاع لي زو بلوفيال. مرتاح لان الاجهزه راهي موفره والرجال راهي موفره. المحسنين تاع تبسه اللي داروا لا 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 احنا درناه ما عندهمش سينو. عندنا سيدي راس الجلديه سينو كيلو خالمو درنا هنا كوفيد لا جون عطينا كل العوام كي سيرتو العوام هنا فردي لا بروتيكسيون انديفيديال. انا جو كونستات بالنسبه للامكانيات الماديه راكم في ارتياح. الحمد لله سيدي الوالي. بالنسبه للاطباء على بالي كاين اطباء اللي يحبوا يخدموا في الاطار هذا، بصح بالك المعلومه ما عندهمش لا راديو لا جورنال. من عام الاول قال الحمايه المدنيه في تبسه على استعداد لتوظيف اطباء، سي سور كي يورا بتاتر ان ريبوندون.
الروحات هاد الروحات يعني اون كولابوراسيون افيك لا دي اس اون كولابوراسيون افيك لا ديريكسيون دو لافيرونمون اون كولابوراسيون افيك توت لي بارتي كونسيرني يعني كل الاطراف المعنيه لتحسيس هاد المواطنين ولاعطائهم الارقام هادو انا كمسؤول كتكون عندي الارقام نكسبلورتيها يعني في اتجاه تحسين الوضع ولكن المواطن لازم يعرف باللي ارقام بين 2019 و 2020 هل عدد شحال ارتفع ولا كان نزيدوا في نفس الغلط غادي نكونوا في 60 عام الجاي وغادي نكونوا في 100 واش كل اللي يرفع عليه الطاقه العون تاع الحمايه المدنيه لانه يبغى انترفونير افيك سي موايا avoir les moyens c'est bien يعني مليح اننا نكون عندنا الامكانيات الماديه ونكونوا متجهزين للتدخل ولكن لو طراواي اون امور العمل يعني الاستباقي والتوعوي افضل من التدخل في